شيخ وجه مرغام عم يطهرني ايش يسوي لي؟ العن ابو ايران بعد مره ثانيه. بطل عاد ولد علي وانا نندق بينا احنا على النجف. اشتعل الخميني خلي يشوفوني يدقون بي. حلو شلال هذا يوم شلال. سليمان حبيبي يوم منور. اذا نشرت وجهي لا تقص المقطع من يوم وجهي يطلع عادي. روح لحسين رصاص حي احنا تعالجنا رجعنا حرقناها خافين عليهم قافلين لا مكان لنا لا بالنجف ولا بالعراق. بنسمع سليمان بن عال ندقي واقف يا معود.
وجهك 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 اخويا وجهك. طلع وجهك من الظهر. وين الشغب هذا الشعب؟ عادي عادي. ماشي والله نطلع وراكم حتى للمنطقه الخضراء يطب وطب اهل النجف بساحتين. واللي يقول اهل النجف ما يطلعون وجبناي خسر بالعباس خسر. شغب كلهم بساعه واحده بساعه واحده حرقناها هاي بساعه واحده. عزه وعرد اهل النجف ولد علي وش مرهمك ويانا اهل النجف دفانا. المبيوت حق يذب العباس شو يسوون؟ يقتلوني يا خامني يا زباله يا قائد النشاله يا قائد النشاله يا قائد النشاله انا خسارة المحافظات. دقيقة دقيقة اهل النجف حطوها ببالهم وحرقوها بساعة واحدة. لا تقولون اهل النجف جبنا ما يطلعون يخسون. والله اهل النجف نايمين بساحة التحرير بالعباس نايمين واليوم بالمحافظة خسر يقول مخربين بالعباس أخوة الوحيد الوحيد يقول عليه مخرب. شوف أنا طالع حتى رجع العراق العراق لأن هم مخربين. من المخرب؟ الخربوا المصانع السكتوا الزراعة انباعوا وطنهم بالأجنبي. هو هذا مخرب. من يطلع بالتلفزيون من يطلع بالتلفزيون ناعب ويقول أنا حرامي ومجلس القضاء ساكت. إذا مجلس القضاء حاله حال هذا الحرامي. احنا ما عندنا لا مجلس قضاء ولا عندنا برلمان. احنا عندنا ناس لصوص استولوا على السلطه. احنا نريد نستبعد دول اللصوص ونرجع العراق لاهله. احنا اهل العراق والببسي طاوع 30 يوم اطيناهم ما حققنا مطالب. ما حققوا لا مقام استقال لا محافظ مدير داره ما استقال مدير قسم ما حد استقال. ماكو مستحيل سلاحنا هذا اللي نحمي به الوطن الوحيد. سلمية وصحنا سلمية سلمية هم الراجل المحافظ يطلع يقول احنا باكر نعين وراح نبلغ المدير يقول احنا عندنا دوام. الوحيد النجف بقى سلمية والسلمية انتهت ما حد احترمنا. وهاي الحكومة فاقدة الشرعية. قل لي ليش؟ أنا أقول لك ليش. من 2014 طلعت الوادم بمظاهرات اتهموهم شنو؟ مدرسين وبعثية. اليوم الجنوب مظاهرات على أحزاب الحرامية على النواب على الرئاسات منهم شرق أنا. أنا عجل عبادي قال ماكو غيري ولا عجل مالكي قال ماكو غيري ولا عجل عادل عبد المهدي هم قال ماكو غيري. لك شنو ماكو غيركم؟ ماكو غيركم هذا على 40 مليون بس قال يا عقال النجف ما بيها ثورة. يا عقال النجف ما بيها ثورة. هاي ثورة النجف شردناهم شردناهم الجبانية وعلي الأرض. اسمع اسمع لا الشهادة لا الوطن ما حد غير الرحمية 1000 2000 في دولة تراب العراق ما نتراجع. أهل النجف أهل النجف أنا بديك واحد 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 وطني ما تخافوا كلبي لان الوطني. عمي الشباب شباب تحطم مستقبلها. شباب الشباب كلها تصلي وكلها شيعه. اللي يطلع يصير بحثي اللي يطلع يصير مندس انا على ابوكم لا ابو الثالث. العالم كلها متعامله بالمرجعيه مرجعيه مرجعيه ولكن مرجعيه تحرم الرمي بالهواء ما تحرم الرمي علي مرجعيه باطله
وحميله مسوسه وحش فاطمه الزهره، لا بعثي ولا وندس شيعي بس باطلين باطلين باطلين. هذا سلاحنا وعن حربة الله، بس الضوابيج بس الضوابيج الشامل. مروتك مروتك مروتك. احنا طلعنا ثورة شبابية مواليد الى 2000 مواليد التسعينات، واحنا العقل اسمع واحنا العقل نامدين ببيوتهم، والشيوخ يا معادل اجتمعون، واحنا ما بحالكم ولا نريدكم حقنا وناخذ فتحنا. انا بحط وجهي وانا بحط وجوههم على مود حاله، مغطين وجوهنا على مود حاله وحده. ما عندنا حكومه، عندنا احزاب، باكر جفتونا على بيوتنا ويحتقلونا ويقتلونا. انا مو مندس بغط وجهي، لا بس انا بغط وجهي لاجل الدخان، ما خايف منهم باطلين. لا ننتبه الحزب ولا نتكلم هاي قنابلهم. انا دعا اوضح لك صوره انه المخدرات احنا من جايتنا. شوف كم واحد ايراني يلزمونه مكافحه المخدرات. هاي الورقه من الاف الاوراق، تجي السفاره ورقه من الاف الاوراق. هاي نموذج شوفه، وها شوف شوف هذا كتابهم، هذا شوفه هاي بالايراني ما اعرف اقراني، وها شوف كله مكافحات مخدرات طلعوهم، يعني لزموهم منا يطلعوهم. طالب حق الزوال، طالب حق الزوال يطبون للعراق، كلهم يجيبون مخدرات للعراق، اتلفوا شبابنا، ضيعوا مستقبل الشباب. هم دول يا ابو وجه هسه تو